والله متعاون جدا وفاهم متطلبات اللعبه وما بيتاخرش علينا في اي حاجه. متابع؟ اه طبعا بيتابع، لان هو مثلا خسرت ماتش في الكاس 3-0، اه جالي المعسكر في الاوتيل وقعد معايا وشجع الفرقه ودعمها. طبعا دي حاجه كبيره جدا، ان هو يعني كان لها تاثير قوي جدا على الفرقه. الماتش اللي بعده على طول احنا كسبنا 3-0 للزمالك وخدنا البطوله. يعني رفع روح معنويه طبعا طبعا، العامل ومهتم النفسي ومتابع طبعا. لا هي تفرق، ان هو اما خسرنا جالي تاني يوم على طول ايه اللي حصل، مش لما كسبته. لا 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 لا، لما خسرنا وعلى طول في ظهرنا وعلى طول بيدعمنا. فدي طبعا ايه حاجه اللي كبيره. الحديث اللي دار بينك وبينه؟ ايه اسباب الخساره؟ ايه كلمته فيها وشرحت له الحاجات الفنيه اللي عندنا، طبعا مش هقدر اقولها دلوقتي. لا طبعا ما تطلعش سرنا بره. طبعا فهو متفاهم جدا. وحتى بعد الماتش كلمني، الظروف اتحسنت واللي انت كنت بتكلم فيه اتصلح، يعني الحمد لله. طيب الحمد لله بالنسبه لي حاجه